في هذه المناسبة لابد أن أتوجه للنساء المغربيات لكي أبارك لهم كل الإنجازات التي تمت عبر سنوات لصالحهن. المرأة سياسيا لا زالت في منتصف الطريق، وأمامها طريق طويل وشائك ملتو فيه الكثير من المغامرات السياسية. بعض التعيينات الأخيرة في الحكومة أنها تستثني نساء، يعني نساء أكثر. النساء هي واحد الفئة، هي واحد الرأس مال بشري باقي ما تمكناش في المغرب نستثمره بالشكل الأمثل. نرصد بشكل يدعو للقلق، بشكل نتخوف منه، أن هنالك عدد من التراجعات وعدد من الانتكاسات. الثقافة المغربية الأصيلة القديمة هي ثقافة بشكل من الأشكال لا تضطهد المرأة. أولاً بهذه المناسبة لابد أن أتوجه للنساء المغربيات لكي أبارك لهم كل الإنجازات التي تمت عبر سنوات لصالحهن. وبالمناسبة يعني نطرح كل القضايا التي لا زالت معلقة والتي تحتاج إلى جهد حكومي وإلى دينامية مدنية وإلى مزيد من تكريس مبادئ المساواة ومحاربة التمييز ضد النساء وتمكين النساء من كامل حقوقهن. فهذه مناسبة لكي نتحدث عن الإنجازات، ولكن كذلك نتحدث عن ما نتطلع إليه من أجل المرأة المغربية. المغرب بصفة عامة منذ الاستقلال أعتبر أنه عرف تقدم مهم جدا فيما يخص القضية النسائية، فيما يخص تمكين المرأة على مختلف المستويات الاقتصادية الاجتماعية السياسية وغيرها، وهذا بفضل أولا نضالات الحركة النسائية التي قامت بترافعات وبنضال مسؤول وجدي وهادف، وترافعت من أجل النهوض بقضايا المرأة وكي تتمكن من أخذ حقوقها وحريتها. الآن نلاحظ بل ونرصد بشكل يدعو للقلق، بشكل نتخوف منه، أن هنالك عدد من التراجعات وعدد من الانتكاسات تجاه مكاسب حققتها المرأة، والآن نذهب في منحى سلبي ومنحى تراجعي فيما يخص عدد من الحريات وعدد من الحقوق التي اكتسبتها المرأة مسبقا. كذلك على مستوى التشريع نلاحظ أن هنالك تشريعات جديدة حول قضايا مهمة جدا، أخذ نموذجا قانون العنف، بحيث نعتبر أنه خرج في صيغة محتشمة جدا، في صيغة لا ترقى إلى طموحات الحركة النسائية، وحتى يعني في تعريف مفهوم العنف في حد ذاته هنالك عدة ملاحظات وهنالك عدة مؤاخذات من التعريف الضيق جدا الذي تم إعطاؤه لمفهوم العنف، والذي يعتبر يعني الروح يعني الموضوع الأساسي لهذا القانون. فهنالك يعني إجمالا عدد من التشريعات المحتشمة، هنالك عدد من المبادرات الحكومية والسياسات العمومية المحتشمة من أجل تمكين المرأة، من أجل الخروج بها من أوضاع الهشاشة والفقر التي تسيء إلى وضعية المرأة وتمنعها وتقف حاجزا أمام وصول المرأة إلى المكانة التي تستحقها ولعب الدور الذي تستحقه المرأة للمساهمة في تنمية البلد والوطن ككل. الوضع السياسي بالنسبة للمرأة في المغرب هو جزء من المشهد السياسي العام، وبالتالي فهو غير واضح ومتعثر. أما إذا حددنا السؤال حول وضعية المرأة سياسيا، فالمرأة سياسيا لا زالت في منتصف الطريق، وأمامها طريق طويل وشائك ملتو فيه الكثير من المغامرات السياسية، ولكي تضمن وضعها الطبيعي داخل هذا المشهد المنفلت فلا بد أن تناضل أكثر وأن تحدد أولوياتها وأن تتكاتف جهود جميع النساء من جميع التيارات من جميع الأحزاب حول وضعية المرأة سياسيا.
أول يعني إكراه كيتمثل في تمثيلية النساء في مراكز القرار. كنلقاو أن هذه المسألة لا زالت تعرف بعض يعني بعض الضعف، وأن المرأة لا تمثل في الهيئة في يعني في المراكز القرار الكبيرة. الدليل على ذلك كنلاحظوا بعض التعيينات الأخيرة في الحكومة أنها تستثني نساء يعني نساء أكثر. كذلك هناك مسألة الكوطة التي يجب إعادة التفكير في هذه المسألة لكي تعطى التمثيلية بالنسبة للجميع بالنسبة لجميع النساء، بما أننا رحنا في يعني مبدأ تفعيل مبدأ المناصفة للوصول إلى 100% في المساواة. هذا يحيلني على السؤال الأول، بما أن المرأة ليس لها لم تتمكن سياسيا داخل المشهد السياسي، فهي لم تتمكن بعد في مراكز القرار، ربما لأنها دخلت إلى المعترك السياسي متأخرة، ربما لأن العراقيل الكثيرة ومتشعبة ومتراكبة، ثم كذلك ربما لأنها عاشت فترة في الفرص الضائعة سياسيا، أو لأن الرجال لا ينصفونها، أو هي لا تنصف نفسها، لأن على أي حال لا أظن أن المرأة السياسية أن تترك ناصيتها للرجال داخل المشهد السياسي. لابد أن تناضل أكثر بأولويات واضحة، بأجندة مدققة، بآليات موحدة بين جميع النساء من أجل أن تصل إلى مراكز القرار السياسي. النساء هي واحد الفئة، هي واحد الرأسمال البشري باقي ما تمكناش في المغرب نستثمره بالشكل الأمثل، اللي نجحت دول متقدمة أنها استثمرته بالشكل الأمثل، لأن النساء والرجال هما العماد ديال أي دولة، وبالتالي الدولة اللي مازال ما تمكناش أنها تستثمر هذا المورد البشري الهام مازال كتعاني في يعني في التقدم ديالها. وبالتالي كنعتبروا بأن هذه الحقوق هذه ما كل ما تمكنت النساء من حقوقها على جميع المستويات كل ما غادي يكون عنده قيمة مضافة للمساهمة في التقدم ديال البلاد. شنو مازال خاص يدار يعني في المستقبل؟ أول حاجة المفروض أنها تخرج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز للأرض الواقع، لأن غادي يكون عندها أكيد واحد الدور مهم ومهم جدا من أجل دعم المساواة ويعني والعمل من أجل تحقيق المناصفة الفعلية ما بين النساء والرجال على جميع المستويات، ولكن خصوصا في المجال السياسي وعلى مستوى مراكز اتخاذ القرار. مازال خاص مجهود يبدلوه الأحزاب السياسية ويبدلوه المجتمع المدني من أجل يعني نشر ثقافة حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق المرأة، ويعني الثقافة ديال المساواة واللي يتملكها المواطنات والمواطنين. التغيير هو كيف ما قلت هو تغيير بداية خصو يكون ثقافي، لأن مجموعة ديال الأمور على مستوى الثقافة ديالنا ما زالت مترسخة، واللي ماشي ثقافة ديالنا ثقافة بشكل عام، كاين عدد من الدول اللي متقدمة وبقى فيها كتحس بأن مساهمة المرأة فيها خصوصا على المستوى السياسي ما زال محدودة. بالتالي حنا يجب أن نغير واحد الثقافة، واحد عدد من الأفكار اللي ربما تحد من مساهمة المرأة، وهذه الأفكار التي اللي هي ماشي فقط عند المرأة لكن أيضا عند الرجل، يعني تقسم المرأة والرجل. أنا حنا نتكلم عن المرأة المغربية، وأنا باش نعقب على رأسي نسبيا في قضية الثقافة، الثقافة المغربية الأصيلة القديمة هي ثقافة بشكل من الأشكال لا تضطهد المرأة، لأن كان عندنا نساء في تاريخ المغرب، كان عندهم واحد الوجود، كانت عندنا المرأة حاكمة في إحدى مناطق المغرب، المرأة مثلا في عدد من القبائل وعدد من مناطق المغرب كانت تحكم قبائل. بالتالي الفكرة هي أنه إحنا المرأة وجودها الثقافة المغربية الأصيلة والقديمة والمتجدرة ما كانتش كترفض المرأة. إحنا ما عمرنا ما دخلنا في نقاشات واش المرأة تكون قاضية أو لا تكون قاضية، يعني حتى النقاشات الفقهية لعدد من الدول العربية وعدد من الدول الإسلامية ما كندخلوش فيها، لأن إحنا الحمد لله المسيرة ديالنا حتى العلمية على المستوى الديني كانت محسومة. لكن كيف ما قلنا بعض الأمور جاءت دخيلة بعد واحد انغلاق عاشو المجتمع المغربي، ربما في بعد سنوات من الاستعمار، الخوف على كان واحد شوية الخوف على المرأة، كانت واحد الظروف اللي أدت لأنه كان تراجع على الثقافة. حنا يجب أن نحيي هذيك الثقافة الإيجابية اللي عند المغاربة واللي هي كنتقبلوها كمغربيات حنا، ويجب أن نضرب في هذاك الشيء اللي حنا جا دخيل واللي أدى لضرب المرأة المغربية
بشكل عام ومع الافتخار بهذه المنجزات. وخصنا دائما نكونوا النقطة اللي ممكن اللي مهمة هي أنه إحنا عندنا منجزات أكيدة كنفتخروا بها، ولكن خصنا التحصين ديالها، لأن إلا ما حصنتيهاش هيوقع مشكل ديال أنه دائما هنبقوا رجعوا اللور ونبقوا دائما نديروا ديبون غير، وكل مرة هنلقوا راسنا في مكاننا. يجب أن نحصن هذيك المكتسبات. التحصين يجب أن يكون عمل جماعي بين جميع جميع الجمعيات، جميع الممثلين الحركة النسائية والحركة الحقوقية وجميع الهيئات السياسية والناس اللي كيهتموا بقضايا المرأة بشكل عام. يجب أن نكون عندنا واحد القناعة بأن قضية المرأة يجب أن تخرج من مجال المزايدات السياسية، وأنه نخدموا على قضية المرأة كقضية توحد المغاربة وماشي تفرق المغاربة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.